نشرها على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي تمكن البلاد من زيادة إنتاجية العسل إلى 98 ألف طن سنويا. مكتب خدمة الاتصال الحكومي يقول إن الإحسان أصبح جسرا للتضامن بين الإثيوبيين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في نشرة الأخبار التي يقدمها لكم من استديوهات هيئة الإذاعة الإثيوبية. أنا عبد الرحمن أمين. ذكر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في رسالة نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من خلال مبادرة ليمات الرفات التي أطلقها رئيس الوزراء في العام الماضي، تمكنت البلاد من زيادة إنتاجية العسل إلى 98 ألف طن سنوية. وقال رئيس الوزراء إن هدف البلاد للعام المقبل هو مضاعفة الإنتاج السنوي مع الأخذ في الاعتبار الظروف البيئية والمناخية المتنوعة للبلاد، وأضاف بأنه يجب علينا أن نبني على جهودنا الحالية لتحقيق إنتاج أفضل. وذكر أن إثيوبيا تعد واحدة من أكبر 10 دول منتجة للعسل على مستوى العالم. صرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير ملس ألم أمس الخميس خلال مؤتمر أسبوعي أقيم في إثيوبيا أن إثيوبيا ستواصل تعزيز عملها لزيادة الشركاء الدبلوماسيين الثنائيين ومتعددي الأطراف. وقدم السفير ملس ألم معلومات حول الاجتماع الأول للجنة الوزارية الإثيوبية الصومالية المشتركة. وقال المتحدث إن الاجتماع سيساهم في تعزيز العلاقة بين إثيوبيا والصومال في جميع المجالات، وسينمي التعاون إلى مرحلة أفضل، وأنه سيكون بمثابة تحول كبير لمزيد من العلاقات الدولية. وأشار إلى أن البلدين سيوقعان اتفاقيات تمكنهما من العمل معا في التجارة وقضايا أخرى. وفيما يتعلق بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السفير ملس أن إثيوبيا تستعد للمشاركة بنشاط، وأوضح أن إثيوبيا ستعمل على تعزيز تعاونها الثنائي مع الدول الأخرى على هامش المؤتمر. عقد الاجتماع المشترك للجنة الوزارية الإثيوبية الصومالية في عاصمة الصومال مقديشو، وشارك في المؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمك مكنن ونائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع. وفي كلمته الافتتاحية شكر السيد دمك نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع على ترحيبه وكرم ضيافته وتنظيمه لهذا المؤتمر. وأشار دمك إلى أن المؤتمر يركز على القضايا السياسية والأمنية، وقد حان الوقت لاستكشاف المزيد من الفرص لتوسيع مجالات التعاون التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وذكر أن تقاسم اللغة والثقافة والقيم بين إثيوبيا والصومال يشير إلى وجود رابطة أبدية بين البلدين، وأن تطوير العلاقة بطرق مختلفة هو مظهر طبيعي لهذا الرابط التاريخي. من جانبه ذكر صلاح أحمد جامع نائب رئيس وزراء الصومال أن هذا المؤتمر من المحتمل أن يفيد الشعبين، وقال إننا سنعمل على تعزيز علاقتنا الطويلة الأمد على أساس مبدأ الاحترام والأخوة، وأن هذه المنصة بمثابة نقطة انطلاق لتطبيع العلاقات التاريخية. ذكر مكتب خدمة الاتصال الحكومي أن الإحسان أصبح جسرا للتضامن بين الإثيوبيين وحبل تواصلهم، وهو قيمة كبيرة أوصلتهم إلى ما هم عليه اليوم. وقال المكتب في بيانه بمناسبة يوم الإحسان إن الإحسان ليس شيئا نفعله لأن لدينا ثروات وفيرة أو قدرات مختلفة، وإنما هو نعمة وإمكانات ينعم بها على الجميع. وأضاف المكتب أن تغيير حياة الآخرين وإنقاذهم من المشاكل هو أعظم مصدر للرضا النفسي، وأنها قيمة عظيمة تغلبت على العديد من التحديات. وصرح بأنه لولا ذلك لما مرت إثيوبيا والإثيوبيون بالعديد من الأوقات الصعبة وتغلبوا على مشاكلهم.
أوضح البيان أنه منذ أن بدأت إثيوبيا رحلة التغيير في السنوات القليلة الماضية مسحت دموع الكثير من الناس بسبب اهتمام الحكومة بالأعمال الخيرية. تقوم إدارة مدينة أديس أبابا اليوم بتوزيع المواد الغذائية لأكثر من 400 ألف من سكان المدينة ذوي الدخل المنخفض في يوم واحد بمناسبة يوم الإحسان الوطني. وتشير المعلومات التي تلقيناها من مكتب عمدة مدينة أديس أبابا إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج في جميع المدن الفرعية والمناطق التابعة لإدارة المدينة. بالإضافة إلى ذلك سيتم إقامة حفل توزيع للمواد الغذائية في جميع مؤسسات إدارة المدينة لموظفي الحكومة من ذوي الدخل المنخفض. احتفلت السفارة الإثيوبية في دولة قطر يوم أمس الخميس بيوم التضحيات إحياء لذكرى الذين ضحوا بأرواحهم وكل ما يملكون في سبيل حماية الوطن. وتعهد أعضاء السفارة الإثيوبية بتقديم التضحيات اللازمة لحماية المصالح الوطنية لإثيوبيا من خلال العمل الدبلوماسي. واحتفل الإثيوبيون في جميع أنحاء البلاد بيوم التضحيات تحت شعار الوطن الصامد بالتضحيات تكريما لأبنائها الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن. سيقام معرض الابتكار في مجال الطيران الذي سيجذب ما لا يقل عن 80 من مبتكري ومنتجي تكنولوجيا الطيران في الفترة من 24 وحتى 28 من أكتوبر هذا العام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأطلع وزير الدولة للنقل واللوجستيات دينجي بورو ومدير عام هيئة الطيران المدني الإثيوبية جيتاتشو مانغستي وسائل الإعلام اليوم على المعرض الذي سيعقد تحت شعار الابتكار من أجل التميز في مجال الطيران في متحف العلوم بالعاصمة. ومن المتوقع أن تشارك شركات الطيران ومصنعو الطائرات والتكنولوجيا المتعلقة بالطيران بالإضافة إلى مؤسسات أعمال خدمات الطيران المحلية والأجنبية وغيرها في المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام. ويهدف المعرض الذي يصاحبه العديد من الأحداث المهمة إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي في قطاع الطيران وخلق ظروف مواتية للروابط بين المبتكرين والصناعة. قام سفير المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا السفير الدكتور فهد بن عبيد الله الحميداني والوفد المرافق له يوم أمس الخميس بزيارة المعرض الوطني للمياه والطاقة في متحف العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة أديس أبابا. وقال السفير الدكتور فهد الحميداني إن المعرض الوطني للمياه والطاقة يظهر المسار التنموي الذي تشهده إثيوبيا في هذا القطاع، معربا عن تقديره للعمل الذي تقوم به وزارة المياه والطاقة في مجال المناخ وإدارة الموارد المائية في البلاد. من جانبه قال مستشار وزير المياه والطاقة ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية للدول غرب آسيا في البرلمان الإثيوبي الأستاذ محمد العروسي إن الطريقة التي تعمل بها الوزارة في إدارة الموارد المائية والاستفادة منها فعالة، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل للارتقاء بإثيوبيا إلى مستوى أفضل. أنهى المنتخب الإثيوبي مرانه الأخير قبل مواجهة الفريق المنتخب المصري اليوم على ملعب 30 يونيو الذي ستقام فيه المباراة بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب المعلومات التي وردتنا من الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم فإن جميع أعضاء الفريق أنهوا تدريباتهم وهم بصحة جيدة.
وتقام المباراة النهائية للمجموعة بين مصر وأثيوبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم في الثامنة من أغسطس في السابعة مساء بملعب 30 يونيو بالقاهرة. ويدير المباراة حكم جابوني ومساعدان من الكونغو والجابون. مشاهدينا، وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء الإثيوبي يقول في رسالة نشرها على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي أن البلاد تمكنت من زيادة إنتاج العسل إلى 98 ألف طنا سنويا. مكتب خدمة الاتصال الحكومي يقول إن الإحسان أصبح جسرا للتضامن بين الإثيوبيين. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة، وحتى نلتقي في لقاء آخر، في أمان الله.